ووسط أزمة معيشية واقتصادية خانقة، وعلى وقع تحذيرات منظمة أو منظمات إنسانية من شبح الجوع، انطلق مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا ودول المنطقة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على النظام السوري من أجل استئناف مفاوضات الحل السياسي بصفة عاجلة، مضيفا أن السوريين لن يقبلوا باستمرار جمود وضع لا حرب ولا سلم. وأوضح الاتحاد أن العقوبات الأوروبية على سوريا تستهدف حصرا الذين يقمعون الشعب السوري، ودعا إلى تجديد القرار الدولي بشأن فتح المعابر الإنسانية بين تركيا وسوريا. إلى ذلك، وعد الاتحاد والدول الأعضاء بتقديم 2.3 مليار يورو لدعم الشعب السوري، في حين تطالب الأمم المتحدة الحكومات المانحة بتقديم مساعدات بنحو 10 مليارات دولار. وفي الوقت الذي اجتمعت فيه الدول للمساهمة في دعم مستقبل سوريا، هاجمت تركيا الاتحاد الأوروبي ملوحة مرة جديدة بملف المهاجرين واللاجئين السوريين. وانتقد وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر بروكسل، معتبرا أنه لم يفي بتعهداته بشأن اللاجئين السوريين وإعادة توطينهم، كما اتهم اليونان بإعادة اللاجئين إلى البحر، قائلا اليونان أغلقت حدودها وأعادت اللاجئين السوريين إلى البحر.